الأكل والحمد لله وجدنا ارتياح مطابق 100% بالنسبة للحجاج. أنا يهمني الحاج الذي هو المادة الأساسية لنا، وهو أنا قلت لهم أنه راحتكم هي 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 مبتغانا في هيئة الحج والعمرة. الحمد لله في تجوان الفنادق وجدنا ارتياح على الإعاشة، والإعاشة متنوعة في كل يوم، هنالك وجبة غير الوجبة اليوم الذي تلا، وهذا هو المهم لراحة الحجاج، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع. كل الأكل كان من الدرجة الأولى، إذا الخبز الخبز ممتاز، إذا الأكل كله متنوع، يعني ما يطونا يومية يعني نفس الأكل، الأكل متنوع يوم الأشكال، المروقات، أشكال التمن، الدجاج، اللحم، الفاكهة، الخضرة، كلهم متوفرة ومشكورين. طعام عراقي وأكل عراقي وطبخ عراقي. هاي صار خبز قبال، يا هاي شبعت، هاي نص خبز أكلت شبعت، نص خبز وزاي يوم نملك الخبز من شنو ما نقل. هاي خبازتنا والحمد لله والشكر، والله يحفظكم ويحفظ الهيئة كلها من كبيرهم إلى صغيرهم. أهلا بكم. بمنافسة 72 دولة حققت بعثة الحج العراقية إنجازا بارزا بحصولها على المركز الأول وللسنة الثانية على التوالي بجائزة لبيتم الكبرى كأعلى بعثة حج إسلامية تقييما بالمعايير والمواصفات المطروحة. تعتبر هذه الجائزة من أهم الجوائز التي تمنح لبعثات الحج الرسمية تقديرا لأدائها الممتاز في تنظيم وإدارة الحج، بما في ذلك توفير الخدمات للحجاج وتسهيل إجراءاتهم وضمان سلامتهم وراحتهم خلال أداء المناسك. ويعد هذا التكريم دليلاً على الكفاءة والاحترافية التي تتمتع بها بعثة الحج العراقية، ويساهم في تعزيز سمعة العراق على المستوى الدولي في مجال تنظيم وإدارة الحج. أهلاً بكم. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام. إذن يشاركنا في حوار الملف الأول من حصاد الأيام الشيخ الدكتور الباحث والأكاديمي الدكتور حيدر الشمري. سماحة الشيخ مرحبا بجنابك. حياكم الله. وأيضا عبر سكايب مسؤول العمليات الطبية الأستاذ فاضل عقلة، مرحبا بجنابك. سهلا. نعم سهلا. سماحة الشيخ، بداية أبارك لكم حلول عيد الأضحى المبارك، هذه أيام العيد، وأيضا أبارك لكم هذه الأيام ونحن نقترب من عيد الغدير الأغر. تفضل. بداية، كيف ترى وتقيم أداء بعثة الحج العراقية، وها هي اليوم تحصل للمرة الثانية على التوالي على هذه الجائزة أو هذا التكريم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ابتداء تحية لك السيد الفاضل، وتحية لكادر العمل، وتحية لمشاهدي قناتكم الكريمة. أنا أعتقد بأنه واحدة من الأمور التي ينبغي أن نسلط حولها الأضواء هو أنه حينما نتقدم خطوة إلى الأمام لا نسلط، لا نقول أنه هذا مثلا هذا يعني هذا الأمر إداري يتعلق بدائرة معينة أو جهة معينة أو طائفة معينة. اليوم أي إنجاز في الإدارة، أي إنجاز في نجاح في أي مؤسسة من مؤسسات الدولة فهو يحسب للكل. نعم. وبالنتيجة أقول مثل هكذا إنجاز، حتى وإن لم يكن بالمعنى فشيء كبير، وإنما هو شيء فخري يعني طبعا، لكن مع ذلك هو تقييم من مؤسسة
خارج مؤسسات الدولة العراقية، هو طبعا هيئة أو وزارة الحج السعودية. نعم. هي تعطي جائزة، جائزة يعني فخرية، لا جائزة مادية ولا مالية، وإنما جائزة فخرية تريد أن تقيم، تعمل على تقييم بعثات حج بقرابة 72 دولة. طبعا بالمناسبة من ضمن هذه الدول يعني الإمارات، القطر، السعودية نفسها، بعض الدول القريبة حتى في أوروبا. نعم. وبالنتيجة يعني 72 حملة حج قادمة إلى السعودية. بالنتيجة هذا التقييم جاء من خارج دائرة العراق، حتى نقول أنه مسألة شخصية أو تتعلق بالمسؤول الفلاني أو أنه محاباة لجهة معينة. نعم. بالنتيجة هذا التقييم جاء من خارج دائرة المؤسسات الدولة العراقية، ولتقييم وهذه المؤسسات وقيمت مؤسسة من مؤسسات الدولة العراقية تقييما جيدا، وأعطيت هذه الجائزة وأعطيت هذا التقييم من بين هذه الدول وللمرة الثانية. أنا أقول يعني لا نجعل دائما المسألة تتعلق بأنه هذا يعني لا تحسب فقط على رئيس هيئة الحج والعمرة، ومن ثم أنا عندي مشكلة وياه وبعدين أبدي أقول لا 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 يعني لا أعطي هذا الحق إلى ولا أفتخر به. لا، أقول كل مؤسسات الدولة حينما تعمل وتحقق نجاح هو يحسب لكل أبناء الشعب. يعني اليوم حتى في كرة القدم، لما المنتخب العراقي يفوز في على نظيره في دولة مثلا خارج يعني بعيدة عنا أو كذا، وفي بطولة معينة، نعتبر هذا إنجاز لكل الشعب العراقي. وهكذا يعني أنا أقول يجب أن نتعامل بهكذا شفافية. سمحت الشيخ، ما هي العوامل الرئيسية والأساسية اللي ساعدت بعثة الحج على تحقيق هذا الإنجاز الكبير ولمرتين على التوالي؟ يعني هم حسب التقييم هم لا ينظرون، أنا قرأت أنه شنو معايير التقييم في ذلك، هم ينظرون طبعا إلى يعني إلى الملاكات الطبية، ينظرون إلى الملاكات الإدارية، ينظرون إلى مستوى الخدمات، ينظرون إلى مستوى التنظيم، مثلا في التنظيم في تفويج الحجيج، التنظيم في الخدمات في مستوى الفنادق، في الطعام، في غيرها، في القضايا الطبية، في تجهيز. فعلا يعني هناك أكثر من يعني جهة هي مساندة وتعمل مع هيئة الحج، وتشوف أنه مثلا الكادر الطبي، أنا مثلا رحت قبل كم سنة إلى الحج يعني وشفت هاي الحالة، تشوف أنه هناك كادر طبي، ملاكات طبية تكون متوفرة وموجودة على مدار 24 ساعة مع الحجاج مثلا، تشوف أنه حركة مثلا التنقل، تشوف أنه موجودة سيارات يعني مهيئة، وسيارة توقف قرب الفنادق تنقل الحجيج، توديهم تجيبهم، هي مسؤولة عنهم. بالنتيجة يعني مجموعة خدمات متوفرة وهي بشكل عالي. نعم. بشكل بالنتيجة ما في نقص بشكل واضح. هسه تقول لي أكو بعض مثلا ملاحظات، هو ماكو مؤسسة بهذا يعني ماكو هيك ظرف بهذا الحجم. الآن قدر عدد الحجاج العراقيين ب 41 ألف نفر تقريبا، 41 ألف، وأنا أجي أعطيها مسؤولية إنسان يجي هو يكون يدير هذا ال 41 ألف، ليس من السهل أن لا تقع بعض الأخطاء. فأنا أقول ينبغي أن لا نركز على مثل بعض الأحيان خطأ معين أو في مشكلة معينة، ينبغي أن نركز على العموم. بالنتيجة نعم هي مجموعة معايير، وفق هاي المعايير أعطوا هذه الجائزة بأنه جيد. إذا تسمح لي سماحة الشيخ أنتقل إلى الدكتور فاضل العقلة، ورحب بك مرة أخرى دكتور، وأبارك لكم هذا التكريم وهذا الإنجاز الذي حققته بعثة الحج العراقية. دكتور، برأيك ما الذي يميز بعثة الحج العراقية عن بقية البعثات حتى تكرم لمرتين على التوالي؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا لقناة الأيام على هذه الاستضافة. أهلا بحضرتك. مثل ما تعرفون الحج جزء متكامل، بعثة الحج بها أجزاء رئيسية، الجزء الرئيسي والمكمل خاصة في الديار المقدسة هي البعثة الطبية العراقية. نعم. البعثة الطبية العراقية للسنة العاشرة على التوالي هي الأول من بين البعثات الطبية. الحمد لله. يعني أنا العام كنت نائب رئيس البعثة، كنا الأول، أول العام كنت نائب رئيس البعثة أيضا كنا الأول. الشيء المميز بالبعثة العراقية وخاصة الطبية هي ترفع الضغط عن النظام الصحي السعودي.
وتتكفل بتقديم خدمات طبية متكاملة لجميع الحجاج العراقيين، وتحفظ كرامتهم ولا تجعلهم يقفون في الطابور لانتظار العلاج من الأطباء الموجودون في المستوصفات السعودية. نعم. لذلك احنا الفنادق مثلا 20 فندق، هذه ال 20 فندق بها 20 عيادة طبية متكاملة على مدار 24 ساعة. هذا يميز البعثة الطبية العراقية، بقية البعثات لساعتين بالنهار، ساعتين بالليل، وقت معين، هذا ما موجود عندنا. الشيء الثاني، البعثة الطبية العراقية أثناء مسير الحجاج للرجم وفي مزدلفة وفي الوقوف في عرفة هي كتف لكتف مع الحجاج. لذلك إذا احتاج حاج أي علاج، المسافة بينه وبين البعثة الطبية أو أقرب طبيب لا تتجاوز الخمس دقائق. بالتالي هاي مهمة. المهمة الأصعب مهمة مديرية العمليات والخدمات الطبية الطارئة اللي أنا مديرها، اللي هي ركن ركين من وزارة الصحة، من أركان وزارة الصحة، أنه أنا أأمن الحجاج العراقيين لحد الحدود العراقية، وأمن سلامتهم وأحافظ على صحتهم وسيطر على ضغطهم وسكرهم لحين ما يدخلون بالأراضي السعودية. في المطارات أيضا أقدم لهم خدمة، في التفويج العكسي أيضا أكون في استقبالهم. دكتور فاضل، شنو نوع وأبرز الخدمات الطبية اللي تقدمها بعثة الحج العراقية في الديار المقدسة؟ يعني هل من الممكن أن تصل إلى مثلا تداخل جراحي او حالات مستعصيه طارئه في حال حصلت لا سامح الله؟ التداخل الجراحي الكبير يحتاج صالات عمليات، اما التداخل الجراحي البسيط فاحنا نقوم به، لان احنا عندنا صاله عمليات صغرى، عندنا سونار يعني جهاز اشعه متنقل، عندنا عياده اسنان كبيره هناك، صيدليه 30 طن من الادويه. اللطيف بالبعثة العراقية أنه ليش الحكومة السعودية دائما تكون مرتاحة من عندها؟ أول شيء إحنا ندخل بانسيابية وبنظام. الشيء الآخر والمهم جدا أنه الأدوية معروفة ومختم عليها ومقرر عليها الإكسباير ديت. الشيء الثاني أن ندفع مستحقاتها، لأن هناك تسديد جمركي في المطارات. لا يوجد أي شيء بدون شفافية في عمل البعثة العراقية. الشيء المهم اللي قبله هو مسألة الاستطاعة، من يذهب إلى الحج؟ هذول الحجاج الكرام يخضعون إلى فحص طبي من قبل أطباء بالعراق قبل ذهابهم، يتحدد إذا عنده مرض، يتحدد نوعية المرض، ويتحدد يحتاج مساعد لو ما يحتاج مساعد. بالتالي راح هيئة الحج وبعثة الحج تكون مستأنسة، لأن احنا راح نحدد لها منو اللي يجي ويا الحجي أو ما يحتاج، وشنو نوعيته ونوعية طعامه، وأغلبيتهم احنا نتدخل حتى في تفتيش المطاعم في داخل الديار المقدسة. هذا كله شغل كبير، بالتالي راح يشيل عن كاهل الحكومة السعودية وعن المستوصفات السعودية 41,000 حاج هم ما يحتاجون أي خدمة إضافية إلا اللهم يحتاج عناية مركزة قلبية. جيد. إذا تسمح لي إذا تسمح لي دكتور أرجع لي جنابك، سمحت الشيخ، كيف يسهم هذا الإنجاز في تحسين صورة العراق على المستوى الدولي العفو؟ طبعا ما لا شك فيه، يعني اليوم العراق تحت أنظار العالم بأجمعه، وأنت تعرف إحنا قبل فترة قليلة يلا طلعنا من البند السابع. و يعني محاولات كثيرة لجر العراق وإرجاعه للبند السابع والوصايا الدولية، ويعني هذا اللي ما جرى في داعش وما جرى في هذا التنظيمات وما جرى في التحالف الدولي، كلها كأنما إرجاع العراق إلى المربع الأول وتحت مظلة الأمم المتحدة ومجلس الأمن. كل هذه يعني التحسينات أو كل هذه الإنجازات هي بالنتيجة تحسن من وضع العراق إعلامياً، تحسن من وضع العراق على أنه الآن أصبح بلد مستقر أمنياً، مستقر اقتصادياً، مستقر وضعه. بالنتيجة يعني هذا معناها زحف نحو التقدم. نعم. نحو الأمام بالنتيجة. هسه وإن كان واحد ممكن يقول لي من النتيجة هذا مو سريع وهو بطيء، أقول مع ذلك هو الخطوة الأولى
خطوة الألف ميل هي تأتي من الخطوة الأولى، ولا نتوقع أن نخطو عشرات الخطوات في يوم واحد، لابد أنه بالنتيجة أكو خطوات، يعني خطوات بالبداية تكون بطيئة، ثم إذا صار أكو هناك إنجازات ممكن تكون خطوات سريعة، ممكن هذا واحد من الإنجازات التي نتوقع فيها أنه تحسن صورة العراق على أنه مؤسسات العراق مؤسسات جيدة وناهضة، وتحصل على تقييم عالمي على أنها هي أكفأ من غيرها من بقية المؤسسات هذا الأخرى. التقييم وهذا الإنجاز وهذا التطور والدقة وبقية الأمور، يعني لابد من أن يأتي بشيء إيجابي للعراق، وعلى ما يبدو أن السيد محمد الشيع السوداني رئيس الوزراء قد استثمر الوقت الصحيح، وطالب الجهات السعودية أيضا بزيادة أعداد الحجاج العراقيين للسنوات القادمة. كيف تنظرون إلى هذا الموضوع؟ يعني هو أكثر من مرة طبعا هيئة الحج والعمرة أكثر من مرة يعني حاولت أنه توطد العلاقة مع وزارة الحج ومع المملكة طبعا، وبالنتيجة حتى في بعض الأحيان يعني يمكن قبل سنتين أو ثلاثة أعطوا بعض الحصص الإضافية للعراق. طبعا هذا خاضع لمستوى العلاقات الدبلوماسية ما بين الطرفين، وهذا مسألة طبيعية. طبعا هذا معناها أكو هناك رضا من المؤسسات السعودية، ومثل ما قال أخوي وصديقي دكتور فاضل يعني أشار إلى مسألة مهمة، أنه إحنا نرفع الكاهل عن المؤسسات الطبية السعودية، بدل ما هي توفر هاي الخدمات الطبية أنا قاعد أرفع عنها وأوفر هاي الخدمات، وهكذا طبعا السادة يعني الدكتور أشار إلى زاوية معينة. قد تكون مثلا في قضايا مثلا تفويج، اليوم لو نسأل مثلا اللي مسؤولين عن التفويج، مسؤولين عن السواق مثلا هنا، مسؤولين عن النقل، هم كذلك النقل العراقي هم يرفع الكاهل عن النقل السعودي في جانب آخر، وهكذا. هذا معناها أنه هناك أكو عملية تنظيم من العراق لهذه الحملات أو لهذه المرافق الخاصة ببعثة الحج، ومن ثم تحسن صورة الوضع أمام السعودية. فممكن بالنتيجة ممكن إذا تدخل الجانب المفاوضات والجانب الدبلوماسي أنه إحنا قاعد يعني نقيم تقييما جيدا، وبالنتيجة إحنا ما قاعد نسوي ضغط عليكم في مؤسسات اللي خاصة بكم، بالنتيجة إحنا قاعد نرفع، إحنا نتحمل مسؤوليتنا. فهذا ممكن بالنتيجة ممكن يؤدي إلى أن يرفعون الحصص، وممكن، وأنا شفت أكثر من مرة يعني رئيس هيئة الحج والعمرة مثلا انطوا بعض الأعداد خارج المتفق عليه من باب المجاملة، من باب العلاقات الدبلوماسية، وهذا شيء جيد بالنتيجة لا بأس به. يعني إذا اليوم أردنا أن نفكر بوضع خطط مستقبلية لتطوير، يعني نطمح باستمرار التقدم بهذا الأمر، شنو برأيك تشوف شنو أبرز الخطط أو الأمور التي يجب أن نعمل عليها من الآن لتطوير واقع بعثات الحج؟ يعني أتصور هو يعني إحنا لا ننسى أنه هيئة الحج والعمرة فيها أكثر من مديرية، نعم، وكل مديرية هي معنية بزاوية معينة وبمكان معين، بالنتيجة هي تشغل مسؤولية معينة، نعم. فأتصور هي كل مؤسسة هي سوف تتابع إذا سوت عملية إعادة، يعني عملية استرجاعية، محاولة تقييم لوضعها، أكيد سوف تجد مثلا بعض الهفوات اللي صدرت من عندها أو بعض الأخطاء. هو بهالطريقة هاي أي مؤسسة في المؤسسات سواء كانت مؤسسة كبيرة أو صغيرة، نعم، إذا تحاول أن تعمل على عملية التقييم مرة بعد الأخرى، ثم تحاول أن تجد الثغرات، تجد المشكلات، تعالج هذه المشكلات، ومسألة طبيعية يعني ممكن أن بعد سنة أو سنتين تحاول أن تصل قدر الإمكان إلى المستوى الكمال. طبعا لا أقول الكمال الكلي، لأن تعرف مثل ما يعني شفتوا أنه 41 ألف حاج وجايين يعني بهذا المكان، والعملية يعني سريعة في هذا الوقت وكذا، يعني تحتاج إلى تنظيم عالي، فممكن أن تحدث فيها بعض الأخطاء. طبعا أنا يعني أقول أنه يعني لا نتصور المسألة سهلة. اليوم أنا وياك قاعدين هنا ممكن نقيم نشوف بعض الأخطاء والهفوات، وكأنه نكيل بعض التهم، ونحاول أنه نقلل من الجهد اللي تقوم بهذه المؤسسات، لأنه أنا وياك ما قاعدين في المشكلة نفسها. لكن سيدي صدقني، لو الإنسان يعيش في وسط هذه المشكلات سوف يجد الكثير من المشكلات اللي تطلع لك كل يوم، وبالنتيجة بالتأكيد. مسألة طبيعية. الحجاج اليوم اللي يعني أنا قرأت بعض النسب اللي أو بعض الأرقام اللي صدرت من البعثات الحج اللي من دول أخرى، يمكن من مصر ميتين عندهم النسب بأرقام كبيرة، يعني
نسبة اللي إذا تقارنها مع العراق لا النسب لا يمكن لا حتى ما لها وجه مقارنة. مع هذا يعني أقول فبالنتيجة هذا مسألة من الممكن أن نتوقعها، أن نجد بعض الهفوات بعض الأخطاء، لكن مو معناها أنه نريد أن نصل نطالب هيئة الحج والعمرة وبعثة الحج العراقية أن تصل إلى الكمال، وكأنه أنا عندي 10 نفرات وأنا مسؤول عن طعامهم وعن نقلهم. لا, لا, لا أنا عندي 41,000 نفر وقابلي للزيادة أيضا. دكتور، مع ارتفاع درجات الحرارة في الديار المقدسة كيف تعاملتم مع هذه الأجواء الصعبة؟ ونحن نتحدث عن حجاج أغلبهم كبار في السن وصعوبة تنقلهم هناك. تفضل. الدور الرئيسي للتثقيف قبل ذهاب الحجاج إلى الديار المقدسة تكفلت أقسام العمليات وأقسام الصحة العامة بعقد ندوات تثقيفية وشرح لهذه الأمور. الشيء الثاني، بعثة الحج في كل بناية موجود فريق طبي متكامل، هذا الفريق الطبي دائما يعطي النصيحة. الشيء الآخر، اختيار التوقيتات للرجم واختيار التوقيتات للحركة واختيار التوقيتات للتجمعات، وبالتالي هذا التنسيق العالي بين الأطباء وبين رئاسة البعثة الطبية اللي هي يعني مثل ما تعرفون تكون البعثة الطبية رئاستها مستقلة ولكن تنسق مع هيئة الحج والعمرة، بالتالي يعطي نتائج. احنا دائما نقعد ويا الحجاج قربنا عنهم. العراق عنده تجربة قوية أزيد من المملكة العربية السعودية، زيارة الأربعين. زيارة الأربعين احنا عندنا 20 مليون زائر. الحاج اللي هالسنة كان أضخم موسم 1,800,000، اللي يتعامل ويا 20 مليون ويتعامل لمدة شهرين مثل ما تعرف احنا نبدأ بالزيارة صح. زيارة الأربعين من رأس البيشة، رأس البيشة على الحدود الكويتية، نبدأ من يوم 15 محرم نبدأ احنا متواجدين بالشوارع ونوجه الناس وش نسوي، وتكون درجة الحرارة بالعراق 57. فالحجاج اللي رايحين هم ماخذين جرعة زايدة وماخذين اللقاح الشمسي القوية المتوفرة في العراق ومعها توجيهاتنا وتواجدنا، بالتالي أعتقد هذا جاب نتيجة. نعم. بالنسبة للكوادر دكتور أسألك، هل كوادركم الطبية كافية بالنسبة للمستلزمات الطبية اللي تحتاجوها خلال فترة الحج؟ هل هي كافية؟ هل هناك بعض المشاكل واجهتوها بخصوص هذا الموضوع؟ إذا تجي على الأعداد يعني والإجهاد اللي يعانون منه الأطباء طبعا هو ضغط كبير. نعم. بس كنسبة وتناسب هذا علم، هذا العلم يسمونه بالعالم ماس جاذرينج ميديسن، يسمونه طب الحشود. طب الحشود بنسبه وتناسب لكل عدد، هل هكذا موجود طبيب هالقد رقم موجود كذا. فاحنا بالمناسبه وجميع الاختصاصات بما فيها الاختصاصات النفسيه، لان بعض حجاج كبار السن مجرد ان يقلع بالطائره هو ما مغادر اهله طيله عمره 70 سنه يم جاره حج فلان ويم بيت ابو فلان، وبالتالي ينسحب منهم لفتره شهر كامل، قد يعاني من اضطرابات نفسيه. نعم. واضطرابات تاثر على وضع العام، حتى هذه ماخذينها احنا بنظر الاعتبار. بالتالي اطباء متخصصين بالقلب، اطباء متخصصين بالعلاج الطبيعي، اطباء متخصصين بالتغذيه يكونون من ضمن البعثه، اعتقد كافيه بمستوى معين نتيجه التحضيرات اللي سبقتها. نعم. سمحت الشيخ، تحدث الدكتور عن موضوع مهم جدا وهو أن العراق لديه تجربة مع الزيارة الأربعينية، تحدث عن 20 مليون زائر وتسير الأمور بكل انسيابية. طبعا هذا الأمر أيضا الدور الفاعل مع الجهات الحكومية المواكب الحسينية المساندة، برأيك هذا الأمر إلى انعكاس في هذا النجاح اللي انعكس هناك في مكة المكرمة؟ يعني أولا نتصور على مستوى الأفراد، وثانيا على مستوى مؤسسات الدولة. طبعا نعم. على مستوى الأفراد يعني هم كل الملاكات اليوم اللي تشتغل في رايحة في بعثة الحج هم معظمهم من أصحاب المواكب أو خدمة المواكب. نعم. أو المشاركين بالنتيجة. فعملية يعني عملية هذا الاهتمام بالوفود أو الحشود أو الحجاج أو الزوار أو يعني بالنتيجة هذه عملية متعودين عليها ومألوفة عندنا جدا. يعني اليوم أي واحد بينا تلقاه
هو تلقاه عنده فت خدمة معينة في الموكب الفلاني أو في الهيئة الفلانية أو في المجلس الفلاني. بالنتيجة يعني على مستوى الأفراد كأفراد مهيئين لمثل هكذا أعمال بشكل طبيعي، سواء كان ملاكات إدارية أو سواء كان ملاكات طبية، وأنت من تروح للزيارة تلاحظ أنه الملاكات الطبية تملأ الشارع من منتشرة، منتشرة في كل مكان، على وين ما تمر في طريق، سواء كان طريق بسيارات تمشي أو سواء كان بمشاية. وعلى الجانب الأمني تسير الأمور بشكل ممتاز أيضا، وكذلك هم على الجانب الأمني. على الجانب الإداري على الرغم من أنه بعض الأحيان مثلا نعاني من بعض المشكلات مثلا في قضايا النقل في غيرها، لكن لا تنسى أنه في ساعة واحدة أو في ساعتين مثلا، وإذا بزوار يرجعون تعدادهم ما لا يقل لنفترض فد 2-3 مليون راجعين في هالساعة الوحدة أو الساعتين، يعني ليس من السهل أن توفر خدمات كاملة طبعا، وهذا مسألة طبيعية يعني لا نتوقع أن نصل فيها إلى كمال 100%، ممكن هذا بعض النقص أو بعض المشكلات. على مستوى مؤسسات الدولة، أولا قلنا إحنا مؤسسات الدولة مثل الملاكات الطبية أو هي وزارة الصحة اللي توفر هاي الملاكات الطبية، هي مهيئة لمثل هكذا لأن عندها ممارسات أكثر من مرة في السنة. تدري إحنا عندنا أكثر من زيارة، يعني الدكتور مثلا ذكر زيارة 40، لا أقول مو فقط 40، إحنا عندنا في 10 محرم راح تجينا الزيارة، عندنا في 40 كذلك عندنا زيارة، عندنا في زيارة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام هم كذلك زيارة، فإحنا عندنا في العراق أكثر من ممارسة في عملية الاهتمام بهاي الحشود اللي قادمة من أماكن بعيدة، سواء كان إداريا طبيا خدماتيا على مستوى الأكل الطعام الشراب غيرها. ف اتصور حتى انه على مستوى الزائر اللي كبير سنه يطلع من البصره يوصل الكربلاء مشي، فهذا عند الشغله هناك سهله في الديار المقدسه. بالضبط هذا يعني هذا ممكن حتى ياثر على نفسيه الانسان، لان الانسان هو يعني متعود على هاي الحاله، على المشي متعود، على الجهد متعود، على التعب. اليوم اللي هو يطلع لك من راس البيشه وبحراره اللي تصل اكثر من 50 درجه مئويه، فطبيعي من يشوفها مره ثانيه. السعوديه طبعا اقل في المملكه درجه حراره اقل من العراق تقريبا، ومع ذلك فمن يشوف هاي درجه الحراره مو عنده فد شيء يعني كل الصعب، على عكس اللي جايك مثلا من بلاد بعيده ما متعود على هاي الحراره وما متعود على هاي الاجواء. نعم. الباحث والاكاديمي الشيخ الدكتور حيدر الشمر يشكرك جزيل الشكر. شكرا جزيلا لك. وايضا مسؤول العمليات الطبيه دكتور فاضل العقلة اشكرك جزيل الشكر لهذه المتابعه. شكرا مشاهدينا، ختام ملفنا الأول بأبرز ما جاء في منصة إكس حول اقتراب عيد الغدير الأغر. نتابع. يشهد العراق تدهورا مناخيا غير مسبوق، حيث تتجاوز درجات الحرارة في بعض المناطق نصف درجة الغليان، وسط تحذيرات لعدم خروج المواطنين من المنازل وقت الصباح والظهيرة لما يعرضهم لمخاطر صحية وبيئية جسيمة. إذن ملفنا الثاني نفتتحه وإياكم بتقرير الزميل شيبان سامي عن ارتفاع درجات الحرارة الغير مسبوق. نتابع.
التغير المناخي يصيب دولا وقارات حول العالم ويؤدي إلى زيادة ظهور الطقس القاسي كموجات الحر والجفاف، والعراق ضمن هذه الدول المتأثرة بدرجات الحرارة التي اجتاحت عموم مناطق البلاد مسجلة نصف درجة الغليان، يرافقها استمرار انقطاع التيار الكهربائي الذي أثار امتعاض المواطنين. باكد الكهرباء ماكو، لازم الدولة توفر لنا كهرباء. احنا ليش؟ احنا العراق بلد غني، احنا العراق يكون هسه احسن كهرباء. عندك كبسة المثال البنغلاديش، افقر دولة بالعالم، البنغلاديش عندهم كهرباء 24 ساعة، ليش العراق ما عنده كهرباء؟ هذا تخليجون يشوفون هاي المناطق الشعبية، المناطق التعبانة شلون عايشين، اللي ينام على وجبينه الصب العرق، اولاده ما ينامون الصبح من الامراض ومن الفقر، ما عنده فلوس. ابو المولده يذبح بالعالم، ابو الكهرباء يذبح بالعالم، ابو المولده يقول لك انا اعطيك كهرباء زين مقابل 20-25 ألف دينار الامبير زين، انت حتى تنام لازم تشتري هاي الراحه بفلوس. شهد العراق في السنوات الماضية أكبر موجة جفاف في تاريخه نتيجة عوامل عديدة منها سياسية وبيئية أدت إلى تحويله من بلد يعرف بوفرة المياه إلى بلد يعاني الجفاف، فتحولت مساحات كبيرة من أراضي زراعية إلى سكنية، وابتلعت المنازل ما تبقى من الأراضي الصالحة للزراعة. كثرة المناطق الزراعية اللي موجودة كانت ببغداد أغلبها تحولت إلى مناطق سكنية، هذا واحد من الأسباب الرئيسية، لأن البساتين اللي كانت موجودة داير مدار والحزام الأخضر اللي حول بغداد السابق اللي كان موجود، أغلب المناطق تحولت إلى سكني. هذا خلى سبب رئيسي من أسباب ارتفاع درجات الحرارة بالذات ببغداد. في ظل ارتفاع درجات الحرارة تتسابق دول العالم لمعالجة التغيير المناخي، إلا العراق يعالج أزماته بطريقته الخاصة وهي أمكثوا في بيوتكم بأوقات الظهيرة. من بغداد شيبان سامي، الأيام الفضائية. إذن نفتتح هذا الملف وإياكم مع مدير إعلام الأنواء الجوية الأستاذ عامر الجابري. أستاذ عامر مرحبا بجنابك. مرحبا بك سيد العزيز وبجميع مشاهديكم الكرام وجميع الأخوة الأعزاء في كادر قناتكم الموقرة. أهلا بحضرتك أستاذ عامر. 9 محافظات تسجل نصف درجة الغليان. نعم. بعدنا ما بادين بالصيف بأول أيام، احكي لي ايش راح يصير بالناس بآب وتموز. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني فيما يخص الحالة الجوية، احنا اللي توقع والصادر من قسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة للأنواع الجوية رصد الزلزال وزارة النقل العراقي، احنا بصورة عامة دخلنا الصيف منذ بداية شهر حزيران زي. ولكن احنا حاليا اللي اليوم يعتبرون بأنه بداية الصيف الأول، هو ليس بداية الصيف، بداية اليوم الأول من احنا نسميه اليوم الفلكي، يعني هذا اليوم الفلكي وإنما كمناخية لا، احنا بدأنا من شهر حزيران، لأن احنا نسمي المنخفضات الموسمية الحرارية تبدأ في فترة من شهر حزيران تقريبا إلى شهر آب، ومن ثم الربع الأول من شهر أيلول، فلذلك احنا بدأنا في شهر حزيران. إضافة إلى ذلك احنا العام الماضي كنا حقيقة بدأنا في شهر تموز، يعني كنا متأخرين في دخول الصيف، لأن حتى صادفنا في شهر تموز العام، اعتبر العراق في أول يوم أو الأسبوع الأول من شهر تموز أحر يوم مناخي بالعالم، وسجلت 14 محافظة عراقية في 21 يوم تقريبا في وسط شهر تموز أحر 14 محافظة بالعالم. فلذلك يعني هسه احنا ما نعتبره يعني جاء مبكر، لا، هي هالفترة مالته، فترة المنخفضات الموسمية الحرارية. بعض الخبراء يقولون انه هذا راح يستمر ويانا لفترة طويلة. لا، هي 3 أشهر محددين. هسه احنا مثل يعني 3 أشهر على هاي درجات الحرارة؟ لا لا لا، يصير به انخفاض. هسه احنا مثلا يوم الأحد أصدرنا تقريرنا الخاص من قسم التنبؤ الجوي، أشرنا بأن المنخفض الموسمي يتعمق. هذا من يتعمق المنخفض الموسمي الحراري اللي قادم من جنوب شرق آسيا، يعني صار به امتداد، هذا أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة من 45 تقريبا إلى 50 أو 51 درجة مئوية. هذا احنا حددناه، يعني المنخفض حددناه بالتقرير مالتنا بأن نهاية الأسبوع إذا الله سهل يوم غد أو يوم السبت إن شاء الله يكون عندنا انخفاض في درجات الحرارة. احنا نعتبر المنخفضات الموسمية، الانخفاض عندنا من 45 إلى 51؟ لا لا، بدأ الارتفاع بدرجات الحرارة
على ضوء التقرير اللي صدر من قسم التنبؤ الجوي يوم الأحد المضى، تقريرنا كان يشير بأن من يوم الاثنين إلى نهاية الأسبوع تبدأ ارتفاع درجات الحرارة من 45 إلى 51 درجة مئوية. فعلا احنا البارحة محافظة ميسان سجل 51 درجة مئوية، الناصرية، البصرة، النجف، كربلة، الديوانية مسجلين 50 درجة مئوية. فلذلك حددنا احنا نعرف من خلال قراءتنا لحالة الخرائط الطقسية ان شاء الله نهاية الأسبوع سوف يخف يعني تأثير. استاذ عمر، بعض الخبراء او يقال او حسب ما يقولون انه درجات الحرارة اللي تسجل وتذاع، انه درجة الحرارة في فلان محافظة هالقد هي درجة حرارة الهواء في الظل وليس تقاس يعني تحت أشعة الشمس المباشرة. لا صحيح، احنا تقريبا اقول لك فرق درجة الحرارة في الظل عن الشمس تقريبا 10 درجات، لان احنا عالميا احنا لان تعرف احنا الانواع يعني اذا سجلون 51 يعني هي 61 61 بالشمس، لان احنا وفق معايير تعرف لان الهيئة العامة للأنواء الجوية مرتبطة بالمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، والعراق عضو مؤسس من عام 1950 بالمنظمة العالمية، نعمل وفق معايير المنظمة العالمية. هذه درجات الحرارة تقاس في الظل وتقاس وفق معايير، يعني هناك صندوق يعني يرتفع عن سطح الأرض تقريبا متر ونص. نعم. هذا بنوافذ يعني بفتحات حتى لونه يكون أبيض على مدى أشعة الشمس، وداخلها الصناديق محارير لقياس درجات الحرارة. لذلك احنا شفت مثل ما نوه جنابكم الكريم، مثل يجي الأخوة يقول لك يا بنت مطيني اياها 40 انا قرأ على دشبول السيارة 50، صحيح بالشمس تنقلب. إيه هسه بالليل انا من اجيت واني جاي بطريق القناة هي 46 بالليل. بالليل زين، تعال احكي لي الظهر شلون احنا اي الظهر اتحدث لي عن اذا نحكي درجة الحرارة 61 فاحكي لي عن نسبة خطورتها على المواطن، ايش راح يصير به؟ تدري احنا هذا الصيف الاول يعني وبعدنا يعني بدايته صح بدايته الصيف ونسبة الأول. الامراض حالات جاي نشوفها كثيرة جدا. ليش احنا يعني كانت لدينا بعض الارشادات احنا على ضوء هذا الموضوع، شوف حتى بالهيئة العامة احنا ايش نسوي خلال هذه الفترة؟ يعني بتوجيه السيد الوزير النقل الاستاذ رزاق والدكتور البهاد لسلمان البهاد لمدير الانواج شكلوا فرق زين. الفريق الاول مثلا مختص بالعواصف الغباريه، الفريق الثاني شكل ابو العواصف الغباريه وصلت الدراسه مالته ل 80%، يشوف المقارنه بين العواصف الترابيه بين مناطقنا لها بها تاثير احنا، فقارنوا بين من 93 لواء 2023 بين محافظه الناصريه والسماوه، الناصريه بها 277 عاصفه تكراريه، الناصريه السماوه بها 255 عاصفه تكراريه مقارنه بخانقين ماكو. هسه الدراسه حتى يكملون مشروعهم هذا لازم يكملون مشروع مقارنه بين محافظه الانبار وباقي المناطق الاخرى المحافظات الاخرى، هذا حتى تطلع بنتيجه بالتقرير حتى تعرف المناطق اللي تتاثر بالعواصف الترابيه ايش قد نسبها، حتى بهيج حال احنا نكمل تقريرنا نحيله الى الجهات المختصه اضافه الى لجنه خاصه بال استاذ عامر. هذه التقارير هاي الدراسات بالتالي يحتاج لها حلول، هو هذا انت لازم تخلي الحلول حتى لا يتكرر. هو احنا ليش نقول ايش استاذنا العزيز ليش نقول هسه من شكلنا الفريق الثاني الخاص بالتنبؤات العدديه احنا نسميه الموديل زي. هذا اللي يقرا لك الحاله لمده 5 ايام و6 ايام مستقبليه، احنا بالعراق نريد هذا نشتغله خاص بينا بالعراق، احنا نشتغل هذا وفق كنا نشتغله مع المراكز الاوروبيه المرتبطه بالمنظمه العالميه، فهذا احنا بدنا نشتغل عليه. انا ليش هسه احنا حتى الانواء الجويه بما انها مؤسسه علميه تحذيريه تعطي ارشادات، لكن بنفس الوقت صرنا ناشد يعني انا من اقول هاي دراستي هاي اناشد بها المؤسسات الاخرى. اعتقد يمكن العام الماضي من وجه دوله رئيس الوزراء بخصوص ارتفاع درجات الحراره والتقرير اللي اعطاه ممثل الامم المتحده بلجنه حقوق الانسان بين يقول انا دا استنشق هواء ملوث، لأن درجة حرارة كان في البصرة العام الماضي سجل العراق درجات حرارة وصلت 52 جميع مناطقنا خاصة مناطقنا الجنوبية. لذلك احنا من نطلع انا اقول لك حتى العمل على هذا الموضوع عمل بطيء جدا، يعني احنا حقيقة عندنا نفتقد الى المقاومة. هو انا اسال اقول خلال هاي السنوات كنتوا تكتبون تقارير وتطرحون حلول وتطرحون مشاكل، هسه شلون اسم من قناتكم الموقرة دنطي دناشد الجهات المعنية احنا من دنطي تقريرنا كل سنة، احنا اول ما نبدأ بالتقرير مثلا هذا التقرير بخصوص التغيرات المناخية بخصوص ارتفاع درجات الحرارة
هذا التقرير يروح مثل هرم الدولة، الأمان العام، المجلس الوزراء، يروح للدفاع المدني، يروح لوزارة الصحة، يروح كل مؤسسات الدولة الخدمية حتى تعمل عليه. ماكو أي نتيجة. ماكو. المفروض هذه التقارير تنجمع كلها، يعني لازم هناك دراسات كل مؤسسات الدولة الخدمية، المفروض أكو دراسات لهاي التقارير. إحنا دا نطلع بحاثنا دا نقول لهم يابا ترى هسه مثل مقارنتنا مع العواصف، دا نقول لهم يابا هل قد عواصف؟ إذن أكو خلل بالناصرية، أكو خلل بالسماوة. زين. أكو خلل بالنمو. الحلول اللي نحتاجها حسب تقاريركم هي حلول صعبة مستعصية تحتاج عصا موسى حتى. أنا أقول لك شلون المشكلة، إحنا نبقى بس نسولف بالخطط الاستراتيجية المستقبلية. زين. بس احنا دا ياخذنا الوقت، الوقت دا ياخذنا، الوقت دا ياخذنا مو احنا هسه عندنا مثلا نقول المقومات الرئيسيه المفروض هي عندنا لحد ما مطبقيها، الطاقه البديله المستدامه، الالواح الشمسيه المفروض هاي احنا مطبقيها، لان مؤتمر باريس 2015 لحد الان هي مقررات المؤتمر ضمنها الطاقه المستدامه، التقليل الانبعاثات الغازيه، احنا الانبعاثات الغازيه ما شاء الله موجوده عندنا، جرف الاراضي الزراعيه اللي تعتبر تقريبا تقلل من شده الرياح او شده العواصف الترابيه ما عندنا، غطاء نباتي لحد هاللحظه ما عندنا، عزام اخضر مسطحات مائيه ما عندنا، الانبعاثات الغازيه من المولدات هذا مشكله كبيره، كثره السيارات اللي بدون يعني انا اقول لك بدون مصانع، المصانع العشوائيه، اذا طب مناطقنا الجنوبيه شوف ابار النفط، انا اقول لك يمكن وكل هذا ومشاريع بيئيه حقيقيه ما عندنا، ما عندنا المشروع يمكن اللي اشتغلوا به هسه يمكن مال حزام اخضر، اعتقد الحشد الشعبي اشتغلوا بالسماوه والعتبتين، العتبه الحسينيه والكربلاء، في ما زراعه النخيل، في ما زراعه النخيل. انا دائما اقول احنا ليش ما نخلي المسؤوليه على المحافظين؟ أنا ليش مثلا ذبح على وزارة؟ حتى أقدر حتى أجي مثلا السيد المحافظ أبو بابل، أبو النجف، أبو كربلة، فلان محافظ، أعطيك أنت أعطيك مثلا سبعة أشهر، أعطيك سنة، أريد هاي السنة أريدك تزرع لي هذا حزام أخضر، ورا السنة أجي أحاسب، تعال يا أخي مثل إيش نفذت من هذا المشروع، المتلكي إيش قد، الباقي إيش قد، حتى أعرف أني أنا مو راح مثل أذب اليوم كله على وزارة الزراعة، وزارة الزراعة ما أنا يعني وزارة الزراعة مرة قعدت وياهم يقول لك انا مثلا اذا اريد ازرع لي فد 20 مثلا 20 كيلو اقل ابو الموارد المائيه يقول لي حدك لل 20 توقف، ما عندي انا طاقه استيعابيه اعطيك مي، وفوق هذا المشكله ماكو استدامه. يعني احنا نشوف مشاريعنا مثل مشروع القناه وغيرهم، يعني خلوا النخل وعافوا النخل، النخل راح. اذا بقى الحال كما هو عليه ممكن نشوف بالسنوات القادمه الاعوام القادمه حراره اكثر من الحراره اللي نسجلها اليوم. اسوء اسوء نشوف اسوء، لان انت اول احنا عندنا صحراء وجرف الاراضي صار تصحر، وانت كل سنه يصير عندك تصحر فيصير الى الاسوء، يعني ما عندك ما تشتغل حتى على الطاقه البديله، ووجه مرتين وثلاثه دوله رئيس الوزراء، وذاك يمكن وقعوا على ملف المياه، ان ذني ملفين خطرات، ملف التصحر وملف المياه، هذا لابد الانتباه. انا اسالك بالله عليك انت بحراره الظهر اليوم تقدر تطلع بالشارع؟ تقدر هسه مو انا وانت مثلا ممكن عندنا سياره وتبريد وغيرها، اكو ناس لا عندهم سياره يتنقل بيها، اكو ناس صح. كسبه يشتغل عماله تحت اشعه الشمس، هذا شلون ممكن يجيب رزقه وقوت عائلته؟ بس احنا ليش من ارشاداتنا نعطينا ارشاداتنا، بس ارشاداتنا ما اقدر اطبقها على الكل، اعطيت ارشاداتنا والنصائح مالتنا، ارشادات مثلا انت ذروه الشمس مثل ذروه الحراره تبدا مثلا من 10 صباحا الى 4 عصر، عدم الخروج او التعرض الى اشعه الشمس العموديه. أيوه هاي المشكله اللي شغله، مو هذا ليش دا اقول لك، يعني ليش دا اقول لك ارتداء القبعات، المفروض لازم ارتدي قبعه مثل كبيره تغطي الراس والرقبه والاذن، البعض يخلي يمكن ما اعرف ايش يسمون المرطبات هذه يخلوا على الواقي مال الوجه ومال اليدين، الرجال ما يخلي فيها واقي استاذ عام. اي مو انا اقول لك احنا من ضمنهن، بس الرجال ما يخلي. زين. الرجال ما راح يخلي، من يخلي رجل مرور واقف بالشارع ابو البسطيه يخلي خمو بالبسطية والنهار كله جو الشمس، لو سايق الكيل وغيره يقدر يخلي هذا، فقلت لك اكو امور انا ما اقدر افرضها. زين خلال فترة النهار مثلا خلال فترة الظهيرة اشوف يعني عدم الخروج للشارع لان هاي فترة حارة، فانا ما اقدر اجبر هذا الشخص، بس هي فترة الحرارة تزامنت مع عيد الاضحى المبارك، فاحنا اكثر توجيهاتنا نقول عوائلنا اللي قام تطلع، فشوف انا حتى ترى باوع العاصمة بغداد خالية من السيارات، خالي يعني حتى نعم. ناس قليلين بيها، هسه احنا بدنا نطلع احنا يوميا احنا حقيقه والله استاذ عامر طفح الكيل وهذه طفح. مسؤوليتكم ووصلت الامور الى حدها، لازم توصل رسالتكم والموضوع بعد ما يتحمل احنا ايش دائما يعني صرنا الناس قلت لك مو بس احنا كدار علميه اقول انا اعطي تقريري وللجهات وانتي، بس انا خلال اعتقد من يوم الخميس لحد هاللحظه الله شاهد يعني من الصبح لليل ارجع للبيت
نفتر على كل وسائل الإعلام إضافة لجولاتنا مع الأخوة القنوات الفضائية بالشارع. أشوف بالشارع من أوقف بالشارع نار، يعني ده أشوف نار، يعني أشوف مثلا المصورين المراسلين واقف بس هو يعني بنص نار والله، الحرارة تطلع من وجوهنا. إيه أنا ده أشوفهم، ده أشوفهم بالشارع يعني، ما أنا عايش ويام ده الأيام من يوم الخميس لحد هاللحظة. لأن هذا شنو، إحنا ما مجبورين، بس إحنا نريد نوصل رسالة للمواطن. ما مجبور أطلع بالشارع عن فترة عيد وعندي عطلة، بس أنت توصل حتى الإعلام من أشوفه بالشارع، هذا ده وصل رسالة للمواطن. يا بذني تحذيراتنا، ذني إرشاداتنا الوقاية من هذا الموضوع. أستاذ عمرو، بسؤال أخير، شلون تتوقع راح يمر أو يمر علينا آب وتموز؟ والله حقيقة أتوقع يعني بشرني لا مثل ما مر علينا العام، وصلت 52 أتوقع، أنا وصل 52 لأن إحنا في بداية حزيران وصل تقريبا 50-51. العام ما عندنا شهر حزيران ما صارت به، حتى ما صارت عواصف عندنا، صارت يمكن عاصفتين وبسيطات غبارية، واحدة صارت بتكريت واحدة صارت ببغداد. فإحنا نتأمل إن شاء الله تكون يعني الأجواء طيبة. شوف حتى ما يعني هي هم نبات رحمة رب العالمين، رغم ما بعض الحر بس أكو شوية نسمة هواء تصير عندنا، ولا إذا ما أكو نسمة هواء لا هي حتى نسمة الهواء تحرق اللي تيجي تحرق، بس هي يعني مريتها إضافة إضافة يعني لازم نسمة الهواء تصير شوية، لأن أنت تعرف إذا بس حرارة وهذا الرطوبة وإحنا حتى العراق جاف يعني حرارته جافة، فأكيد يعني فلذلك إحنا نقول نسمة الهواء شوية، وإن شاء الله تكون الأيام المقبلة أيام يعني خير، وإن شاء الله درجات الحرارة تصير وفق معدلاتها العامة. نعم، مدير أعلام الأنواع الجوية الأستاذ عامر الجابري، أشكرك جزيل الشكر. شكرا جزيلا لجنابك. تحياتي لكم. إذن مشاهدينا، ختام حصادنا بموجز يلخص أبرز أخبار اليوم.